لا يوجد لهم إيمان، فكيف يكون إيمانهم على حسب رأي ليش الشيخ السنوسي رضي الله تعالى؟ يبقى إذا قوله من المصادرة هي أخذ المدعى، خلاص المدعى اللي هو الدعوة، أخذ المدعى جزءا من الدليل، وهنا جعل صغرى الدليل نفس الدعوة، لأن الصغرى قائلة بعض المقلدين إيمانه أقوى، وأقوى يعني بمعنى أرجح، مدامة يعني معنى كده ممكن يكون الثاني قوي برضه ده أقوى ده أرجح، مش معنى كده إنه الإيمان الآخر ضعيف، فتكون نفس الدعوة وهي إيمان المقلد أرجح. خلاص كده جيدا، كأنك جعلت الدعوة هي نفس الدليل أو هي جزء من الدليل، لأن جمهور الأئمة يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد كده، وبعضهم يرى أن لا إيمان للمقلد أصلا، فكيف يدعى رجحانه؟ وأيضا فمما لا يدخل تحت فهم عاقل أن الجزم المستند إلى مجرد التقليد ومن لازمه قبول احتمال النقيض يكون مساويا للجزم الذي أنتجته البراهين بحيث لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. ولعله أراد بعض من لم ينظر من أولياء الله، يمكن يكون مثلا عندما قال بعض ليه، شوف الشيء المهم ممكن يكون تبعه شيء، أنا قلت لك على شيء تلتاد اللي ما تسمعش كلام حد، يمكن يكون أراد عندما قال بعض المقلدين أقوى إيمانا من بعض الناظرين، بيقول لعله أراد بعض من لم ينظر، فهو في ناظر وفي من لم ينظر هو المقلد، يمكن يكون رأيه أو أنه أراد من لم ينظر بعض من لم ينظر من أولياء الله. طبعا أولياء الله دول من أهل الكشف ومن أهل الإلهام ومن أهل العلم اللدني، فلا ينظرون، ده هم كاشفوا عاين الحقائق، فكيف يصلون إليها بالدليل؟ انت عاوز تثبت لي؟ طب أنا شفت، أنا رأيت، جيدا أولياء الله دول من أهل الكشف ومن أهل المعاينة، فيمكن يكون أراد أنهم هؤلاء ليسوا من أهل النظر، ومع ذلك إيمانهم أقوى من أهل الكلام وأهل الفلسفة إلى غير ذلك. هل يكون أراد هذا الأمر أو أراد ببعض المقلدين، يعني أراد بعض من لم ينظر من أولياء الله وخرقت في حقه العادة ووهب له من المعارف ما لا يتوصل إليه بالنظر، يعني مهما أنت جبت أدلة وجبت قياس وجبت يعني علوم عقلية لا يمكن أن تصل إلى ما وصل إليه أولياء الله الصالحين. حتى بعضهم مرة كتب في المكتشفات العصرية للاختراعات زي اختراع الراديو والتلفزيون والنت، فبيقول انه معظم او ثلاثة ارباع ما وصل اليه العلم الحديث من مخترعات بحسب ليه وصل ليه بالتجربة والاستنتاج، وصل اليه الصوفية بالكشف، ثلاثة ارباع المخترعات اخبروا عنها بطريق الكشف والالهام، فهل هو يريد ذلك
أن بعض أولياء الله ممن لم ينظر وخرقت في حقه العادة ووهب له من المعارف ما لا يتوصل إليه بالنظر حتى صارت علوم الناظرين بالنسبة إلى ما أعطي من العلوم كلا شيء، كأنه ما عندهم شيء. وإذا أراد هذا، إذا كان يريد هذا، إذا ليس من محل النزاع، لأن النزاع على في المقلد، وهذا الذي ذكر أو هذا الذي ذكر ليس بمقلد، ذا عاين شاف رأى مقلدين، بل هو اللي هو الولي يعني والعارف كالناظر، خلاص؟ بل هو كالناظر في أن الحاصل له علم لا اعتقاد. يعني هو الأولياء دول شأنهم شأن أهل النظر، وأن الذي حصل لهم من الكشف والأنوار والتجليات هذا إيه؟ ها؟ علم وليس إيه؟ اعتقاد. ثم شرع في مسألة جديدة حنتوقف عند توقف العلم غير الضروري، حنقف هنا خلاص كده؟ فاحنا حنقرأ بس ليه السطرين دول عشان طبعا ضاع علينا الإنسان، احنا كان المفروض نبدأ من بعد المغرب، بس عاوزين حد يقرأ لينا ليه ما يتعلق بذلك من الحاشية. اقرأ يا شيخ، اقرأ الحاشية يا اخي، ما تتعبنيش، هتقول لي من اول ومن بعد، انت كده صادمتني. اقرأ على طول كده بسرعة، ما تقوليش ما تتفلسفش. ها؟ قوله لأن جمهور الأئمة، لأن جمهور لا حول ولا قوة إلا بالله. كبر على العلم يا خليل، وملك إلى الجهل ميل هائم، وعش حمارا تعش سعيدا، فالسعد في طالع البائع. كان مشايخنا يقول كده يروا شيء من خوارق العادات. مفيش حد يقرأ لأن أنت قاعد في الأزهر الشريف، ده الواحد قاعد في الكنيسة ما يقولش لأن جمهور. يلا. لأن جمهور الأئمة فيه أن هذه العلة، لأن جمهور الأئمة إلى آخره، لأن جمهور الأئمة يرون وجوب النظر وتحديد الاقتصار على التقليد فيه، أه؟ في أن هذه العلة في مقام في أن هذه العلة في مقام. شوف ما حد تاني يقرأ في الواحد يجي له شلل. مين حد يقرأ تاني؟ اقرأ يا شيخ، يمكن تجيب لي كمان ضغط للدم. ها؟ اقرأ باب سيبنا ليه كده مع الأعراب. قول قوله لأن جمهور الأئمة، جمهار لأن جمهور الأئمة فيه أن هذه العلة في مقام المصادرة وهي المعلل مقام آخر، والمصادرة وهي المعلل مقام آخر. فأي حاجة نصبت أن تنصب كل حاجة لها حاجة حدود، لأن جمهور الأئمة بيقولوا إيه؟ يرون وجوب النظر وتحريم اقتصار التقليد فيه، يعني في التعليل ده التعليل فيه أن هذه العلة، يعني التعليل ده في مقام، وإحنا بنتكلم يعني ده في وادي، واللي إحنا بنقوله في وادي ثاني، اللي إحنا قلناه الموضوع إيه؟ ها؟ اللي هو رجحان التقليد، إنما ده موضوع ثاني، وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد، دي قصة ودي قصة. يعني هو علل شيء وهو بعيد عن الإيه؟ العلة في مقام، والمصادرة على المطلوب اللي هي المعلل عللها، ده في مقام إيه؟ آخر. فالمناسب في التعليل، يعني فين التعليل؟ أول ما يقول لي لأن، هو ده التعليل، أو النتيجة لأن، أو بما أن، أو حيث إن، كل طالما جت أن وإن وجه حين حيعمل إيه؟ حيعلم. فهمتوا؟ لأن هذا التعليل، فالمناسب أن يقول في التعليل، فالمناسب في التعليل أن يقول لأنه
قد أخذ المدعى جزءا أو كيف تعلل المصادرة اللي هي إيه؟ أخذ الدعوى جزء من الدليل، فكان المفروض يعللها لما قال فيه مصادرة على المطلوب. يبقى يقول إيه؟ لأنه أخذ الدعوى جزءا من الدليل، أو ده التعليل، أو ده تعليل الإيه؟ المصادرة، مش يقول لأن جمهور الأئمة يرون. هو بيعلل إيه؟ فين المعلول؟ ها؟ بيعلل إيه؟ المصادرة. خلاص؟ فهل دي علة المصادرة؟ لا، المصادرة أنه أخذ الدعوى جزءا من الإيه؟ من الدليل. ولذلك بيقول فالمناسب في التعليل أن يقول لأنه قد أخذ المدعى جزءا من الدليل، إلا أن يقال عاوز يستدرك أو عاوز يعني يوجه كلام الشيخ، أو عاوز يشوف له حل أو يشيل عنه الإيه؟ الحرج. إلا أن يقال في كلام الشارح حذف واو، يعني أقول لك في واو تحذف، والأصل ولأن جمهور إلى آخره، فهو بيان ثان لفساد الثالث. عارف لو جاب الواو يعني كأنه الوجه الثالث فاسد بإيه؟ بسببين أو بوجهين، الأول أن فيه مصادرة، والثاني لأن جمهور العلماء. إذا كأنه علل فساد بوجهين، فساد القول بوجهين أو بسببين، أو رد عليه بدليلين. لو قال الواو، شوف الواو عملت إيه؟ غيرت إيه؟ مجرى نهر النيل، يعني بدل ما يقول لأن يبقى تعليل واحد، إنما لو قال ولأن حيبقوا إيه؟ تعليلين، يعني بيان إيه؟ شوف كده بيان ثاني، يعني مثلا الثالث اللي هو رجحان إيمان من قلد فاسد بوجهين، الأول أن فيه مصادرة على المطلوب، والثاني فيه أن جمهور الأئمة يرون إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ يبقى هي كل المشكلة فين؟ في الواو، واحيانا يسقط حرف المعنى يتقلب تماما. والاصل ولان، يعني عاوز يقول لك في كلام الشارح حذف واو، فين الواو حدثت منين؟ قبل كلمه لان جمهور الى اخره، فهو بيان ثامن لفساد الثالث، يعني الوجه الثالث. وحاصله ان العلماء قسمان، منهم من جعل التقليد كفرا، ومنهم من جعله حراما. ده كل الحديث فيه اللي جعل التقليد كفر، وفيه اللي جعله ايه؟ حرام. فكيف يجعله هذا المستدل راجحا؟ هو بيستدل طبعا عليه، بيستدل على رجحان ايمان بعض المقلدين. فهو هنا في الحالة دي يعني كلام الأئمة محصور في حاجتين، يا التقليد كفر يا التقليد حرام، وسواء كان كده أو كده لا يمكن يكون راجح على إيه؟ على إيمان العارفين أو إيمان الناظرين، لأنه ده كفر أو حرام، هل يرجح بالحرام وبالكفر؟ يعني لو خدنا بالأهون إن هو إيه؟ حرام، يمكن. ولو خدنا بالاشنع اللي هو الكفر مش ممكن حيكون ايه؟ اول. فكيف يجعله هذا المستدل راجحا؟ ثم ان قوله لان الى اخره يهدم ما اسسه في هذا الكتاب. شوف كده الشيخ ما زهوش، هو بيقول لان جمهور الائمه يرون وجوب النظر وتحريم الاختصار على التقليد. عارف العبارة دي؟ هدمت الكتاب كله، أو هدمت ما أسسه، من أن المقلد كافر، وكذا قوله. مدام جمهور الأئمة يرون وجوب النظر وتحريم، يبقى معنى كده المقلد عاصي، يبقى كده راحت العملية كلها. ثالث، هو جمهور الأئمة لا يرون أنه كافر، وإنما يرون أنه عاصي.
خلاص. وكذا قول يعني هو أسس الكتاب ده على إيه؟ على إنه المقلد كافر خلاص. وكلامه اللي نقله عن جمهور العلماء يهدم إيه؟ هذه الدعوة. وكذا شكرا. وكذا قوله وبعضهم يرى أن لا إيمان للمقلد أصلا كده، حيث حكاه عن البعض يعني حكى هذا عن عن البعض، وبيدعي أن الجمهور قالوا كافر. هنا الجمهور قالوا عاصي، والبعض كمان إيه قال ما فيش إيمان. بكلمة البعض دي يعني أنا في الجمهور. قوله وجوب النظر، فين وجوب النظر؟ يرون وجوب النظر أي وجوب الفروع كده. ما يمكن واحد يقول لك يا أخي أنت ليه بتقول الكلام الأئمة يهدم ما أساسا؟ ممكن يقصد أن الأئمة يرون وجوب النظر وجوب أصول، يقول ما تهدمش كلامه. وإذا كان وجوب أصول هيبقى إيه اللي تارك النظر إيه كافر. فقال لك أصلا ما ينفعش نقول وجوب أصول، ليه خلاه وجوب فروع؟ بدليل قوله وتحريم. ما دام اتذكر كلمة تحريم مقابل الوجوب، لأنه لو كان وجوب أصول مش هيقول وتحريم، هيقول يرون وجوب النظر وكفر من اختزل. إنما عندما قال وتحريم يعني معناها يعني هنا إيه وجوب فروع، يبقى معنى كده المقلد عاصي. يبقى كده الكلمة دي اللي الشيخ نسي راح إيه وقعته فيه هو صحيح. لا واضح يعني ممكن واحد يدافع عن الشيخ يقول لا ده هو بيقول وجوب يعني وجوب، لما هو قال وتحريم ما تجيش كلمة تحريم مع وجوب الايه الاصول، انما تأتي مع وجوب الفروع. قوله اصلا يعني يرى ان لا ايمان للمقلد اصلا يعني لا كاملا ولا يعني في البعض يقول لك ايمان المقلد ليس كاملا ينفي عنه كمال الايمان، ده يقول لك لا ده في بعض الائمه يرون انه ليس بمؤمن من اصله، يعني ما فيش ايمان خالص مش ما فيش كمال. اللي يرون انه مؤمن عاصي يعني معناه في ايمان بس مش كامل، لانه في معصيه فلا يكمل الايمان بوجود المعاصي مش كده. يعني كلمة أصلا يعني لا إيمان كامل ولا إيمان ناقص، ما فيش إيمان خالص. نعم لا ما تقرأش مش ناقص ما يعني أرق نفسي. فكيف ادعى رجحانه أيضا فهم ما لا يدخل تحت فهم عاقل. احنا وصلنا فين يا شيخ؟ قوله فمما لا يدخل تحت فهم عاقل، حاصله أنه لا يدخل تحت فهم عاقل أن التقليد مساوٍ للنظر فضلا عن أن يكون راجحا عليه. فكيف يدعي ذلك القائل أنه راجح عليه جزما؟ يعني لو جبنا واحد عاقل كده على كلب ده، بل ممكن لو جبنا واحد مجنون لا يقول بمساواتهما، يعني لا يساوي بين إيمان الناظر العارف وبين إيمان المقلد، فكيف يدعي هذا المستدل أنه أرجح؟ يعني العاقل مش هيساوي بينهم. نجيب واحد ثاني يقول ده هو أرجح، دي المصيبة. إذا كان هما لا يستويان، يعني أنا بقول لك لا يمكن يستوي العالم والجاهل، تجي أنت تقول لا ده الجاهل أحسن. إذا كان لا يمكن مساواتهما فتيجي أنت تروح ترجح الجاهل، سبحان الله. يبقى إذن بيقول لك إيه حاصله أنه لا يدخل تحت فهم عاقل أن التقليد مساو للنظر فضلا عن أن يكون راجحا عليه، فكيف يدعي ذلك القائل أنه راجح عليه جزما؟
ده بيقولها بالجزم خلاص. بعدين يا شيخ وصلنا فين؟ هو من الذي فين دي؟ فين في ال في ال من الذي يقول احتمال النقل. يعني بيقول لك ايه ومن لازمه قبول احتمال النقيض اللي هو ايه اللي هو بيؤمن ايمان تقليدي يعني يجزم يعني ايمان جازم لكنه مستند الى مجرد التقليد. يبقى من لازمه يعني من لازم الايمان اللي هو ليس مستند الى دليل وانما الى تقليد. ومن لازمه ايه فيه ان اللازم نفس الايه نفس الاحتمال اللي هو ايه ما هو الاحتمال بيقول لك ومن لازمه قبول احتمال النقيض انه هو ايه في احتمال تمام كده. ومن لازمه قبول ايه فيه ان اللازم نفس الايه الاحتمال يعني نفس الاحتمال هو ده اللازم. فالاولى اسقاط قبول يعني يقول ومن لازمه احتمال النقيض لانه لما نقول ومن لازمه قبول الاحتمال يقول لك هو صحيح يقبل انه ينقض يقبل بس لكنه ما فيش نقض بالفعل يعني زي ما يقول لك القلم ده سليمة لكن يقبل الكسر. هل يقبل الكسر يعني الكسر فعلا؟ لا ده هو عاوز يقول لك هو مكسور بالفعل فكيف تقول قبول احتمال ده من لازمه احتمال من غير كلمة قبول لانه قبول يعني معناها ايه يعني هو ما فيهوش احتمال بس يقبل الاحتمال زي ما يقول لك فلان ده صحيح بس يقبل انه يبقى مريض لانه هو المرض قائم به يعني يحتمل المرض تمام. نيجي فين دلوقتي ها يبقى الاولى اسقاط كلمة قبول قوله احتمال النقيض اي بتشكيك مشكك يعني لما يجي واحد ايمانه مستند الى التقليد من غير دليل ومن غير معرفة ويجي واحد يشككه هيحصل له ايه يحصل له ايه نقض لايمانه بتشكيك يعني لماذا حصل له قبول احتمال النقيض بسبب تشكيك مين او بسبب شبهة او بسبب مثلا واحد مثلا حلف بالله مثلا او حلف بالعظيم مثلا انه مثلا فلان ده سيعود الينا بعد يومين او بعد ثلاثة ايام واقسم بهذا وقال انا من اهل الكرامات ومن اهل الولاية واخبرني بذلك سيدنا جبريل انه فلان ده سيرجع وفجأة انتهت الثلاثة ايام والاربعة ولم يرجع ايه اللي هيحصل الناس هتشك فيه وفي جبريل وفي رب العالمين وهكذا هنصل الى ايه الى الالحاد بسبب ايه الجذب ده لانه مش مستند الى معرفة ده مستند الى هوى. فاكرين الجماعة اللي كانوا في رب العالمين وكان يقولوا ايه يقول سيدنا جبريل جاهل حصل مسجل فيه شوية هم ما يعرفوش الملائكة اتضح انه الجاه ماك سيدنا عزرائيل ما عارفينش الملائكة مش عارفين الميز بين جبريل ومن غير جبريل. فأي لو واحد سمع الكلام ده وقال لك فلان ده حيرجع ورجعش وقعد يحلف وناس علم وملتحين وضلع الكلام في شينك الجل حصل وكل استدلال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وليمكنا وما حصلش تمكين وما حصلش حاجة الناس هتشك في وعد الله. ليه؟ لأنه حصر وعد الله تعالى في ناس معينين. الوعد ده مش لك انت ولا الناس الإفراد ولا للمجانين الوعد ده للأمة الإسلامية مش لك للأمة سيدنا محمد مش لفلان ولا علام الوعد الام وعد الله الذين امنوا مش وعد الله الاخوان. ايه اللي خلاك تجيب الايه على اللي خلفوك هذيك طلعت ايه العمليه معك مشيت لكن لو نجحت معظم الناس الكفار هيدخلوا في الدين حاجه غير ما نجحش خرجوا من الايه من الاسلام بطلوا صلوا حلقوا اللحى ولبس نقاب والراح يمين والراح شمال وسابوا المساكين والغلابة وضربوا بالجزر لما تخليك واقف لما تنال شرف الشهادة وتهرب ليه مش انت على حق خليك حتى ايه
جيلك دبابة جيلك داهم ثم يبعثون على نياتهم. حاجة غريبة والله العظيم. يا أخي شيء غريب. لما هذا يخلي الناس تشك في الدين. شك فعلا. هو بيقسم وبيقول خلاص احنا يعني جايين جايين. واتضح انهم رحيم رحيم. قوله بحيث ايه لا يحتمل النقيض بوجه اللي هو ايه اللي هو انتجته البراهين. ده لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه اي لا يحتمل متعلقه. مثلا الجزم بوحدانية الله. لو انت جولك مليون واحد ما دامت انت عندك المعرفة بوحدانية الله عن دليل وعن برهان. لو العالم كله شكك في وحدانية الله لا تشك. نما لو واخدها كده ثقة كده ومحبة كده وما عندكش الدليل شكك إبرة تخليك ايه تنسى كل حاجة خلاص كده. يعني خد بالك زمان ادي لك مثال بسيط. كان الناس يجيبوا لما مثلا تحصل حاجة تسرق من لينا في الصعيد حاجة تروح في السيركس يجيبوا ناس تقرا سورة ياسين عالمين على الحرام عدة ياسين وكانت مجربة يقعدوا يقروها فيحصل ايه يتكسر رجله مثلا يتحرق تحصل له مصيبة يبقى اذا ايه عدة الياسين دي بينت في مين الراجل ده. الجماعة اللي بيقروها زي ما يقولوا بيقروها حرفة كده مش يعني ايمان سورة ياسين لما قرأت لا فيها بركة وفيها خير لكن دول ايه مقرئين ناس فقراء كده عندهم فلوس بيقروا على الطرق بيعرفوش حرمة القرآن ولا كرامة القرآن بيقروها كده عشان ليه عشان البتاو عشان يرزق يعني صنعة مش بيقراها من قلبه فراح ايه هم بيقروا جاء واحد حرامي لم الجزم بتاع المشايخ وسرقها ومشى زعلوا قوي وقعدوا يسبوا ويلعنوا قالوا ما تزعلوش يا مشايخ اقعدوا كده اقروا سورة ياسين في الراجل اللي سرق الايه الاحذية راحوا كلهم قالوا ياسين هتعمل له ايه؟ اكره هذا الكلمة لما مش هتعمل له حاجة ما هتعمل له ايه؟ اهو ده ايه مقلد اقل شكة خليته كفر بياسين والقرآن الحكيم ونسرق هتعمل له ايه؟ امال جايين تقروا هتاخدوا فلوس وانا كده بيتنصب علي؟ اهو ده المقلد انما لا هو واثق ولا خلاص تر نفسك كل حاجة جاء معاك ولما ربنا يحزن بالإجابة هي إنما مش على مزاجك يخلوش لأنه أنا عندي يقين إن ربنا حينصرنا أنا حينصرنا إنما عشان نلعب بالدين ونقول ده كذا ده كذا أنت ما أنت أصلا المشكلة في إيه إنك أنت ما تدعيش مثلا إنك أنت واصي على الدين كمان أنت يعني أنت دخلك إيه بالموضوع انت بين للناس وعلى اساس انك ايه انت بتعمل قضية مثلا ممكن تصيب وممكن تخطئ فلو انت قلت ده الدين وضلع خطأ الناس هتكفر بالدين لما اقول لهم يا اخواننا ده انا فهمي ده تطبيقي انا بشر ممكن اطبق الدين صح ممكن اطبق الدين خطأ ففي حالة الخطأ الناس هتحمل على مين على الناس مش على الدين نفسه لان انا ما كنتش بقول ان انا اقول ده فهم ده رأي زي الأئمة كانوا الكبار يقولوا كده اللي احنا بنقوله ده رأينا وده ايه صواب لكن يمكن يكون خطأ واللي بيقولوا غيرنا خطأ يمكن يكون خطأ لكن احنا صح ما حدش غيرنا اللي ما حدش يفهم غيرنا ما فيش دين عند غيرنا ما فيش حق الا نحن فالمشكلة عندما ايه يحدث الخطأ ويحدث الفشل يصاب الاسلام في مقتل حد يقدر تاني يقول لك تيار اسلامي ولا حد يثق تاني في مجلس الشعب ولا تطبيق شيء يقول لك كله كان بيضحك عليه كله كانوا عاوزين الكرسي فما حدش حيثق تاني في المتقبل 100 سنه لحد في منزل الغبش ده من اذهان الناس لما تيجي واحد تقول له دوله اسلاميه يقول لك عاوز تعملها زي ايران هو مش فاهم ايه الاسلام غير ايران مثلا تقول له نحكم بقطع يد السارق يقول لك تعال نشوف في بعض البلاد جنبينا اذا سرق فيهم ايه الضريح الشريف تركوه واذا مين اللي طبق على الحد المسكين المصري رايح ايه ياخذ 1000 ريال ولا نص
انما المجرمين التانيين حد يطبق عليهم الحدود ولا تطبق على الغلبان الهندي اندونيسي مصري، انما الجماعه العتاوله حد يجي ناحيتهم لا، ده هو اصلا اللي بيطبق هو الحد، هو الحرامي نفسه اللي بيطبق الحد. فين قوله لا يحتمل مثلا الجزم بوحدانية الله؟ نحن بنؤمن ان الله واحد، والله لو اجتمع الانس والجن والملائكة على اساس يشككون لا نشك ابدا، والا حنبقى كذابين قاعدين هنا. انظر لو 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 حد اراد يشكك في وحدانية الله ربنا اثنين، اوعى تفكر هل تقول ده في احتمال ولو واحد في في المليار، نصف واحد ربع، هل يمكن يكون عندك ذره؟ ده مش ايمان. شوف كده، ده الجزم لا يحتمل النقيض لا ذهنا، ده مجرد التفكير فيه مش مقبول. ليه؟ لكونه جزما. يعني انا مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال عن مثلا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، ده انت ممكن تشك في ابنك لكن لا تشك في رساله سيدنا محمد. وذلك واحد من ألد الكفار قالوا له، قال والله اعرفه كما اعرف، وان معرفتي له اشد. ده يمكن ابني يكون امه جابته من هنا، انما ده لا يمكن اشك. يعني انت مؤمن يقينا انه هو رسول؟ قال اي نعم. طب ما مش مؤمن ليه؟ قال لا. ماذا تجد في نفسك؟ قال عداوته ما بقيت، انا مش حسيبه عاديه. الحسد ودى كثيرا حسدا من ايه؟ من عند من بعد ما تبين له. يعني هو مسألة كونه هو بيحسدك وكارهك وبيع عندك، انما مش مسألة انه حق وباطل، هو عارف انك على حق بس مع ذلك هي عناد. يبقى لا يحتمل اللي هو الجزم الايه المطابق عن دليل، لا يحتمل لا ذهنا لكونه جزما ولا خارجا للمطابقة. انا بيقولوا لي العمود ده مش عمود، ده بني ادم. يا اخي ده انت مهما هتقول لي همسك راسك وهضربها في العمود عشان تتكسر وتعرف انه ده ايه؟ ايه الكلام الفاضي؟ يعني انا معايا مثلا زجاجه فيها جاز، عارف بالنور فيه ده، تقول لي فيها خمره، انا بعمل ايه؟ اروح اكب عليك الزجاجه واولع فيك عشان تصدق انه ده ايه؟ ده حاجه باينه الريحه بتاعته، والخمر معروف، ده غير ده. يبقى لا يحتمل لا ذهنا ولا خارجا للمطابقة ولا بتشكيك مشكك له، خلاص قام الدليل. الذي يحتمل هذه الأمور إنما هو متعلق الجزم كالوحدانية، أما الجزم فيتعلق به وجه واحد وهو عدم الاحتمال، فاندفع بتقدير متعلقه ما يقال قضية كلام الشارح أن الجزم المستند للبراهين يتعلق به وجوه، وذلك الجزم لا يحتمل النقيض بوجه من تلك الوجوه، مع أنه لا يتعلق به إلا وجه واحد وهو عدم وهو عدم الاحتمال، ده هو بس بيوسعها، إنما هو وجه واحد بس عدم الاحتمال. قوله وإيه؟ ولعله. فين ولعله؟ أراد، أراد عن الأولياء أي المستدل، أراد أي المقلد بعض يعني بعض الأولياء الصالحين. وهذه إرادة بعيدة، أن الجماعة الذين خلقت في حقهم العادة لا يقال لهم إيه؟ لا يقال لهم مقلدون، بل هم إيه؟ بل هم مؤمنون عارفون كده؟ يعني عالمون، ده مش مقلدين، ده شاف وعالم. بعدين قوله في أن الحاصلة بيان لوجه الشبه، خلاص كده؟ بعدين وتوقف العلم، ده الدرس الجديد بس إذا ربنا أحيانا، وإذا خدنا إن شاء الله ياخذكم جميعا ونكمل في الآخر إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها شكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.
كلما ذكر كالذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعلينا واهدنا إلى صراطك المستقيم وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اهدنا وكفر عنا سيئاتنا وطهر قلوبنا من النفاق ووفقنا لما تحبه وترضاه. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. حدد معاد الدرس القادم يعني إن شاء الله بعد